شرفتونا مجددا مشاهدينا، وختام حلقة اليوم مسك مع الصديق والفنان والنجم حسن علي الفلوجي، عضو فريق UTN1. حسن الفنان العراقي اللبناني المقيم بلوس أنجلوس بأمريكا، واللي انضم للفريق الغنائي الموسيقي UTN1، وشارك الفريق تقديم أجمل الأغنيات العربية والغربية، وأخيرا معنا. أهلا وسهلا. اهلا فيكم ومبسوط، بعد كل هالسنوات رجعنا انترفيو مع OSN، وشيء سعيد، وهيك واحد يسترجع ذكريات حلوه فعلا. يعني ان شاء الله دائما تبقى سعيد. شرفتنا حسن. الفرقه كثير مشهوره UTN1، بس بدنا نرجع نذكر المشاهدين كيف تاسست، مع مين تاسست، وكيف التحقت بهي الفرقه. الفرقة هي أول فرقة عراقية تطلع خارج العراق، ويعني تقدرين تقولين الحظ لعب ويانا دور، لأنه كانت فترة يعني انتقالية بتاريخ العراق. فأسسنا الفرقة 99 على 2000 ببغداد. كنا صغار، يعني كانت فكرة هيك بسيطة، يعني شباب صغار تينيجرز يحلمون أنه يشوفون هالفرق الغربية بالعالم، وقلنا خلص خلينا نسوي. اللي ميز الفرقة من غير الفرق، يعني خصوصا بالعراق، انه من بدايتها المؤسس ارتين وشانت، هم اثنين ارمن اصدقائنا، هم اللي اسسوا الفرقة. فالحلو كان عندهم افكار موسيقية انه نعمل اغاني اوريجينال، مش نغني الغير فنانين وهيك، لا، كانت اساس الفرقة انه نغني شيء اوريجينال لنا يعني. وكان ارتين هو اللي يعني يعمل اغاني يدربنا، هو اكبر واحد بالفرقه، فكان هو يدربنا. وفكره بسيطه، يعني شيء جدا بسيط، هم بداوا اثنين وعملوا اعلان باذاعه، كان في اذاعه واحده بالعراق، عملوا اعلان انه عملنا فرقه من دويت، نريد ان نعملها اكبر. فانا واخلد ابن عمي بعثنا لهم رساله، وهي اول مره يمكن بحياتي ابعث رساله، وهاي الرسالة مكتوب. سبحان الله، يعني تخيلي بهالبساطة كيف الإنسان ممكن شيء بسيط يعني غير له حياته، غيرنا حياتنا، كنا للأبد يعني، صار طريق خط خلص حياتنا. يمكن هلأ لو ما هاي الرسالة يمكن كان بعدنا ببغداد مثلا، واحد دكتور، واحد صيدلاني، واحد كل واحد عنده طريق بحياته. من وقتها لهلأ حسن، مين بقى، مين تغير، مين انضم للفرقة؟ الحلو انه بهال 22 سنة صار عمر الفرقة. الاساس الاربعة اللي اسسوا الفرقة لحد اليوم هم موجودين سوا، بس اجت فترة في منهم طلعوا وسافروا رجعوا، في ناس غيرهم اجوا طلعوا، بس اليوم اللي ولبنان طبعا دائما يجمعنا. السنة الماضية مثل هالوقت جينا على لبنان، صورنا مجموعة من الاغاني، وكانت بالضبط نفس الأربعة اللي أسسوا الفرقة سنة 2000 بالعراق. كيف السنة الماضية أنت ما حكيتني وما سلمت علي وما عرفنا فيكن؟ لأن جينا بالضبط على قد التصوير، يعني جينا كان شغل فقط لغير. فقط يعني ما لهيك هالسنة قلت لازم تامار قبل ما أجي، كنت بالأردن. صحيح. قلت لازم أحكي مع تامار، ولازم هالمرة يعني دغري حجزتك أنا. خلص. طيب من وقتها كمان لهلأ حسن، شو تغير بأهداف الفرقة؟ يعني كل فرقة بتطلع لهدف معين. صح. توصل لمحل معين. صح. ميوزك معينة، ضليتوا ماشيين بنفس الطريق ولا غيرتوا شوي to be up to date؟ والله يعني شوفي، الموسيقى بحر، وتظل طول عمرك تتعلم وتحط شغلات جديدة بالموسيقى. أتصور هالسنتين هي سنوات كوفيد، يعني لما صار شغلنا من البيت وصرنا بالبيت قاعدين، فأعطانا شوية مساحة أنه نفكر بموسيقى جديدة. فصار عندنا مجموعة أفكار بهالسنتين نزلت، بديناها. أول شيء عملناه كان صارت ثورة بالعراق، وهاي الثورة كانت يعني من أجيال، إحنا على جيلنا ما شفنا شيء اسمه ثورة، فشفنا هاي أحداث الثورة تأثرنا بها، وعملنا نشيد موطني بطريقة الروك، طريقة مختلفة جدا. فهذا كان أول عمل ينزل من سنتين تقريبا، سنتين إلا يعني، كان عمل كتير حلو، وأيضا ببصمة لبنانية، لأن ملحن أغنية موطني هو الشاعر محمد، الملحن محمد الفليفي اللي هو لبناني أيضا. فكانت تجربة موسيقية كتير حلوة وإيموشنال، تعبنا عليها. وراها
نزلنا بمجموعة أغاني كثير ستايلات مختلفة، إلى أن قبل شهر نزلنا الشوبي بطريقة UTN1، والحمد لله اليوم دا تلاقي نجاح كثير كبير بكثير دول عربية. يعني أنا سافرت للأردن قبل ما أجي لبنان وسمعتها بطريق الصدفة، كنت سهران بكذا مكانين وشغلوا الشوبي بدون يعني، فحسيت الناس كيف دا يرقصون شوبي. شوبي هي يعني التقليد العراقي الأصلي. بالضبط. هي كيف غيرتوه؟ يعني هو تجربة موسيقية فريدة، أنه كيف صار لي سنين يعني أفكر هاي إيقاع الشوبي شلون أقدر أحطه ويا ستايل UTN1 مع الجيتارات الكهربائية ومع الدرامز. فالصديق رافي الموزع أكيد نوجه له تحية، هم يعني موسيقي معروف، وأنا بحييه. فرافي هو أنا ورافي دائما نقعد نحكي بالأفكار الموسيقية وشغلات، فعطاني فكرة لحن، هو اللحن كثير قديم موجود كان بس ما معروف أبدا، فلقينا الملحن والشاعر اللي نوجه له تحية فخري الجواري بالعراق، وتواصلنا وياه وعطانا اللحن ونزلت مع التوزيع الجديد مع روحية UTN1، وإن شاء الله أنتم هم تسمعوها وتحبوها. يلا.
عينك تاخذني وظلمت حجلك تسحرني نظرة عينك تاخذني يا لا تبعد عني بساع لزهك وشك ثوبي لا لا تبعد عني بساع لزهك وشك ثوبي. يعني مبروك شوبي قبل كل شيء، والحلو انه من اخراجك ويمكن اول مره بيحمل عمل توقيعك بالاخراج، بدي تحكي لنا اكثر عن هيدي التجربه، وين كانت الصعوبه انك تكون ضمن الفرقه وتكون انت المخرج؟ هو اول مره اخراجي يكون وانا اكون موجود يعني لانه اول تجربه اخراجيه صحيح. كانت عندي الاغنيه قبل الشوبي أوكي. بس ما كنا موجودين exactly. يعني بعثنا يعني اخرجتها بعثت المصورين اعطيت الفكره ببغداد اسمها غالي الاغنيه كانت قبل الشوبي بست اشهر وبس لما حسيت انه يعني الناس حبتها وحبت اخراجي فقلت خلص بالشوبي ايضا راح نجرب يعني فحكيت مع المصورين هنا واعطيتهم فكرتي و الحمد لله طلعنا بشيء مختلف وان شاء الله يكون الناس حبوه. حلوه كثير. لا اكيد راح يحبوه الناس وخصوصا انه قلت لي دربتوا الصبايا على الدبكه، هيدي تصوير بالاي كان؟ لا لا تصوير بلبنان. هيدي بلبنان. آه بلبنان. دربتوا الصبايا على الدبكه لازم يكونوا يعرفوا دبكه اصلا. الصبايا كان بدنا انه صبايا فالحمد لله يعني كان في ايجنسي فريز ايجنسي فحكيت صديقي أوجه له تحية فحكيت معه وقلت له أريد صبايا هي الدبكة قريبة الشوبي قريبة على الدبكة اللبنانية فالصبايا كانت سهلة كانت سهلة وفي فيديو هم مهضوم بعدين موجود على السوشيال ميديا تبع الباند كيف بدنا ندربهم الميكينج اوف يعني اي كانت تجربة حلوة يعني الحمد لله. نحن حابين نسمع شيء مزبوط لايف هالمرة وأنا عندي طلب ما بعرف انت بتموني تامر اول انترفيو بحياة يو تي ان 1 على تلفزيون عربي كان مع تامر وكان مع الاو اس ان فشو ما تريدين احنا اليوم بس بدي اعرف شو اختلف عليك حسن من وقتها لهلا هاي الباشن صار في نضوج اكثر واضح هيدا الشيء وكلهم مثل ما هن بس كل واحد منهم اخذ كم كيلو زياده بس هيدي ما عليه هيدي بيمشي الحال مع العمر تجي اكزاكتلي اوكي طيب انا شو في شو بدك تسمع ولا انت بتعرف شو بحب لغه العين انت تمام وحدة منا تختار أنا اللي أفهم لغة العين ولا هي أقول لا تحتار قلت لها بكل وجود مثلك انتي ما لاقي اثنين لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغة العين قالت لي لو في مني اثنين اي وحدة منا تختار انا اللي افهم لغة العين ولا هي اقول لا تحتار قلت لها بكل الوجود مثلي لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغه العين واو ثانك يو لغه العين قد ايه عمرها هيدي الاغنيه 14 سنه صار عمر لغه العين 14 سنه من الاغاني سبحان الله فتحت لنا كثير ابواب وفيها ذكريات حلوه وصارت نمبر 1 بلبنان وكثير دول عربيه ف نعتبرها من الأغاني اللي هي أكثر وحدة انتشرت يمكن لألكن عربياً صح هي وجميلة وكان وشها خير عليك عليكم إيه وجميلة من بعدها صح؟ قبلها جميلة أول وحدة ولغة العين
جوي اغنيتين ورا بعض والحمد لله كانوا يعني نجاح كبير، فهم اللي عملوا لنا اسم يو تي ان 1. طب انت غنيت لي لغه العين، معقول ما تغني لها لزميلتي الحلوه؟ جميله جميله تكرمي. يلا نغني جميل. جميلة من تجيل الحي علينا عليها، جميلة يكذب اللي يقول ما شافها، جميلة من تجيل الحي علينا عليها، جميلة يكذب اللي يقول ما شافها، جميلة حتى القمر قال ما أحلاها، يا ليلى ما نشوف النوم لو شفناها، جميلة حتى القمر قال ما أحلاها، يا ليلى ما نشوف النوم لو شفناها، قانتها ما كلنا من تجل عدنا ذنبها إنا جميلة. جميلة من تجيل الحي علينا عليها، جميلة يكذب اللي يقول ما شافها. الله، يعني شفنا الشق الرومانسي بالأغاني. حسن، تحس هالشق الرومانسي هو اللي عطى اليو تي ان 1 القوة؟ اليو تي ان 1 موسيقتنا دائما يعني عندنا نحاول انه اكيد الانسان يعني نحاول نكون حقيقيين مع بالاحساس بالكلمات بالاداء، يعني تشوفينا نسوي لهذا وراء بعد هالاغاني اللي بدايتنا مع الملحن والشاعر طلال قنطار صديقنا العزيز اللي انا اعتبره واحد من يو تي ان 1. بعد هالاغاني اكثر اعمالنا صارت من الحاننا احنا وكلماتنا، لانه حسينا انه نريد نقدم للناس شيء من القلب يشبه يعني روحكم بالضبط، ولهذا ظلينا كل هالسنين قدرنا نحافظ على الاستمراريه انه نضل موجودين، يعني انه نضل مستمرين نعمل اغاني وكل فتره ما نكون يعني ما نغيب على جمهورنا وعلى الناس اللي حتى لو خطواتنا ما تلاحظيها هوايه يعتبون علينا انتم ما موجودين، لانه السفر والمشاغل الحياه وصعوبه الحياه، بس حاولنا انه كل سنة لازم عندنا عملين ثلاثة على قد ما نقدر ننزل أعمال حتى نكون موجودين يعني على الساحة. وحفلاتنا أكيد الحمد لله يعني دائما. حفلات وين عم تكون؟ تكون أكثر شيء حسن. أكثر حفلاتنا لأنه عايشين بأمريكا نعمل تور بالولايات الأمريكية وكندا، وأيضا رجعنا قبل 4 سنين لأول مرة للعراق من بعد 15 سنة خارج العراق، فكانت حفلة رائعة يعني في بغداد، وعملنا أيضا حفلة قبل 6 أشهر في أربيل، وعندنا دائما حفلات يعني هسه عندنا ان شاء الله حفلات قادمه بالعديد من الدول العربيه بدنا نشتغل عليها. الجاليه العراقيه كبيره اسم الله بامريكا صح. وحتى بكندا اكيد صح. بيكونوا مبسوطين فيكم قد الدنيا، بس بدي اعرف من بعد 15 سنه العوده على العراق انتم كيف شفتوا العراق؟ رائعة. كيف شفتوا الشباب بالعراق وقد ايه الموسيقى تغيرت؟ العراق كان صدمه، يعني هو من المطار اول ما نزلنا الى ان صرنا على الستيج هو كان كانه حلم، يعني ما كنا متخيلين انه راح نرجع للعراق بعد كل هالسنين بسبب الظروف العراق الصعبه. اول ما نزلنا المطار بعدنا ننتظر الجنط الناس تجي تصور معنا، فحسينا انه معقوله هالقد احنا بعيدين، بس احنا بعدنا بالعراق، يعني الناس تحبنا بالعراق، فظلينا كل السفرة يعني وين ما نروح بالمطاعم صارت عندنا فد أحداث حلوة ظل نتذكرها، مثلا نروح قاعدين بمطعم ناكل نروح نريد ندفع يقولون لا اجا واحد يحب الفرقة ودفع، وانتم يعني تخيلي من هالنوع من الأحداث اللي صارت انه في ناس عن جد تحب موسيقتنا، والتجربة على المسرح كانت كأنه حلم، يعني كانت ساعتين من أجمل الايام بحياتنا. والجمهور العراقي الموجود بالعراق اللي ناطركم، وهو موسيقتنا ايش قد ما هي الاغاني العراقيه تغيرت، بس اللون اللي احنا نقدمه
إلى جمهوره وإلى الناس اللي تحبه متعطشة لوي، والناس يشبهونه حتى تشوفيهم طريقتهم بروحهم قريبين علينا، فيعني أكو هذا التواصل الروحي مع الجمهور. كانت ليلة رائعة، وظلينا وراها ساعتين ورا الحفلة بساعتين ناخذ صور مع الناس مثل عائلة واحدة يعني. الحمد لله إن شاء الله نعيدها مرة ثانية. خلينا نروح نسمع شيء لإلكن، نشوفكن نرجع كلكن مجتمعين ونستمتع. يلا يعني موطني بروح جديدة مع UTN1. سمعنا موطني بكتير أصوات وسمعناها عن جد بكتير مطربين، كل واحد غناها على شخصيته، بس هي أول مرة بسمعها. هو هذا الهدف من موطني. موطني عمل يعني كثير أنا على الصعيد الشخصي فخور به كل حياتي راح أظل، لأنه كنت بفترة صعبة، كانت والدتي متوفية صار لها أشهر هنا بلبنان، توفت الله يرحمها. الله يرحمها. فكنت طاب داخل بحزن وقهر يعني ما. بعدين تذكرت أنه أمي الله يرحمها هي كانت الداعم الأول إلي بالفن، أنه دائما يعني سعادتها لما تشوفني مبسوط يعني عم بتأدي شيء، دا أقدم شيء، دا أكمل بحلمي يعني. فلما صارت الثورة وردت اطلع من الحزن بعمل فني، فطلعت ويا يعني هذا العمل. انا من اول اهديته لروح والدتي، لانه حسيت انه هي قالت لي اطلع من الحزن، خلاص اريدك احساسك يطلع بعمل فني. فموطني كانت هي التجربه اللي الحمد لله يعني كفكره، يمكن انا اكثر اللي عرضتها عن الشباب للشباب، وقلت لهم لازم هذا العمل نقدمه للعراق. فالحمد لله عمل فخور به جدا جدا طبعا، ولازم اكيد، والله يرحم والدتك كمان مره حسن. عندنا واتساب بيقول هيدي ثاني مشاركه الي معكم، وان شاء الله اكون صديق البرنامج دائما، فعلا برنامج جميل وبيقدم محتوى اجتماعي رائع. شكرا لكم على كل شيء عم بتقدموه. اخوكم محمد الخضر من اليمن. كمان بدنا نوجه لك تحيه كثير كبيره محمد، ولكل يلي عم بيتابعونا باليمن. دائما بننبسط بالواتسابات عن جد، يعني نحن على طول بنحب هيدي الانتر اكشن. اذا عندكم اي اسئله لنا او حتى لضيوفنا فيكم تبعثوا لنا على الواتساب. اكيد حسن، انا مبسوطه فيك قد الدنيا، مبسوطين بالدردشه، بس انا بعرف انه المشاهدين كمان بحبوا يسمعوا كثير. يلا نسمعكم. وانت كريم ونحن بنستاهل، صح؟ خلص نسمعكم. شو من الاغاني الالحان اللي كثير نجحت بالسنوات السابقه، يعني قبل تقريبا 6-7 سنين نزلناها عمل ايضا سجلناه بلبنان، من الاعمال اللي كثير حبيناها والناس على بساطتها حبتها. فان شاء الله نسمعكم اياها، اسمها مربيه. مربيه.
مر بيا يا حلو الطول من تكحل عيونك بغيابك عذابي طول صعب العيشة من دونك مر بيا يا حلو الطول من تكحل عيونك بغيابك عذابي طول صعب العيشة من دونك مر بيا يا حلو الطول من تكحل عيونك بغيابك عذابي طول صعب العيشة من دونك مر بيا يا حلو الطول من تكحل عيونك بغيابك عذابي طول صعب العيشة من دونك مر بيا 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 يا حلو الطول من فدوى لعيونك مر بيا كتلني الشوق ذيج الشفايف حضن اللي ضاق الويل محتاجك وخايف مر بيك تلني الشوق لديك الشفايف حضن اللي ضاق الويل محتاجك وخاي أسهر ليلي ويل هموم لو أبقى أعد نجوم أسهر ليلي ويل هموم لو أبقى أعد نجوم مر بي يا حلو الطول من فدوى العيون شو حلوة روحكم عن جد حلوة سلامين. بس بدي أعرف بما أنه أنتم كلياتكم مقيمين بالأي قديه تأثرتوا بالأغاني الأجنبية بالألحان الأجنبية هلأ أنتم أوريدي صح عبالكم كانوا تعملوا شيء غربي بس صرتوا هنيك وعشتوا هنيك فقديه تأثرتوا هو الغريب بالموضوع أنه يعني إحنا بلشنا بس غربي بعدين من وراء نجاحنا بالعربي صارت الناس جمهورنا أكثر يريد عربي يعني حاولنا ننزل غربي حاولنا نفوت على الستايل القديم بس إحنا الحمد لله بالحفلات دائما نسوي ميكس يعني عندنا هذا الفيوجن بين العربي والغربي موجود حاضر بحفلاتنا بشكل كبير يعني بس لما ننزل كليبس الناس تريد بس عربي يعني نحاول نزلنا عندنا مجموعة أغاني وبين فترة وفترة ننزل مع السينجلز ننزل كليبات غربية فوجودنا بأمريكا أيضا يعني عندنا كم تجربة إن شاء الله بالمستقبل بدنا نشتغل عليها بالغربي مع بروديوسرز أمريكان إن شاء الله بالمستقبل راح تنزل فنشوف إن شاء الله. الناس إذا تحب راح يحبونا مثل ما حبونا بالعربي فإن شاء الله هذه من أعمالنا المستقبلية ولكن موجودة وبحفلاتنا كثير حاضرة يعني لأن إحنا نحب نغني إنجليش فبحفلاتنا دائما نسوي ميكس بين العربي والغربي يعني. بس أغانيكم لألكم الأغاني الغربية ولا بتاخذوا أغاني مشهورة نسوي إلنا يعني نغني أغانينا مثل وايل وي كان مثل هولد أون عندنا وور كذا أغنية مشهورة يعني وأيضا بالحفلات نسوي ميكس بين بين أغانينا وبين مثلاً مثلاً لغة العين مثلاً سويناها ويا مع المايكروفون ترين مع المايكروفون مثلاً أوكي هي مع لغة العين كانت أيضاً أوكي أحبك 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 قالتها وغمضت عينيها أحبك 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 قالتها وغمضت عينيها عطيتني بوسة ولا أحلى قلت لها يا ريت تعيديها ناماتينا كديانو أو بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 ناماتينا Che pensato e ritrovato l'indasso partigiano portami via e
بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 بارتيجانو بورتا مي فيا يرو سنتو ديموري قالت لي لو في مني اثنين اي وحدة منا تختار انا اللي افهم لغة العين ولا هي كلها تحتار قلت لها بكل وجود مثلك انتي ما لاقي اثنين لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغة العين طلعت لي مرة تانية I'm so happy بيتش ستايل ميكسينج يعني عندنا بال طبعا أنا ما محضر هواية لهالموضوع إنه نحكي عن الميكس بين الغربي والعربي ولكن إن شاء الله عجبتكم يعني بس هيدي الحالة مهارة حسن منعرف إنه الموسيقى الشرقية مع الموسيقى صح الغربية صح مش دايما في تناغم يعني صح 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 فهيدي الحالة قصة كبيرة تاخذ تعرفي يعني لما بالحفلة تمزج بين أغنيتين وإيقاعين مختلفين كثير يراد لها في شغل يعني تقعد طبعاً ساعات نقعد نجرب طبعاً مثلاً هاي الأغنية ممكن تمشي مع هاي الأغنية فتاخذ جهد ووقت بس الحلوة باللايف كتجربة كثير الناس تستمتع بيها لأنه مود مختلف إلى روح حلوة يعني نكهة حلوة أيوة. حسن مين أصعب واحد من بيناتكم؟ أكيد واحد من الأرمن يعني قصدك عقله صعب اكزاكتلي لا احنا معذبنا شانت اكثر شيء الدرامر اي شانت ومن من الاتيتيود تبعيته من 16 سنه تتذكرين انت بعده هو من الشخصيات اللي معذب مين الاسلس هلا بقول لك انا لا الاسلس يعني هو وارت بتخيل اي ارت سلس اخلد يعني نص نص يعني يمكن انا وارت اسلس اثنين نعتبر بالاربعه يعني لان اخلد بيرفكشنست حلو يعني نق على كل شيء لحد ما يصير بيرفكت يعني والفاينل ديسيجن لمين يعني تقدرين تقولين اني يمي لانه انا كثير انفولف بالبرودكشن فدائما يعني هو عندنا تصويت يعني لما يكون شيء كثير صعب وما يريدوا ما اقدر اسوي بس أوكي. بالنهايه مرات اذا الموضوع نسوي تصويت فاحاول اذا الموضوع لازم يمشي ف يعني احاول ادفع انه يمشي خلاص والانتاج حسن الانتاج لكم انتم عم تنتجوا كل شيء انتم عم تعملوا الفيديو كليبس كل شيء عليكم هو احنا صار يعني اسسنا شركه بامريكا نيبيرو برودكشن فأيضا يعني هم في مع لي صديق شريك لي سامر عيسى وجه له تحية فأيضا يعني دا ننتج دا نساعد بالإنتاج كل فترة ودا يتفوت سبونسرز بين فترة وفترة وتجي مثلا تعاون يجي سبونسر قناة تلفزيونية أو مثلا شركة بالعراق أو دائما بين فترة وفترة تجي فرصة سبونسر تطينا في الدفعة بحيث نقدر نكمل يعني وأيضا الحفلات طبعاً هي من الأساس الأساس المدخول الأساس فاينانشالي حتى نقدر نكمل مش اليوتيوب اليوتيوب ده يعني بصراحة اليوتيوب حسب الدولة لأنه أكثر مشاهدين من الدول العربية خصوصا العراق ولبنان مدخول اليوتيوب من هالدولتين ما يعتبر كثير يعني في دول اليوتيوب هو حسب الدولة يعني المليون مشاهد اللي يشوفها بأمريكا يدخل لك كثير أكثر من مليون مشاهد بالعراق ديفينتلي يعني لأنه المعلنين على اليوتيوب يدفعون أكثر صحيح كل حسب كل دولة ودولتها يعني كل قديه بتجتمعوا بأمريكا ولو أنه نقلتوا كلكم سوا حسن بس نعرف الحياة بأمريكا يعني كل واحد عنده عائلته اكزاكتلي صار في أولاد الله يخليهم كلهم فالحياة مش هينة بأمريكا ولو أنه أنتوا متفقين على نقطة معينة صح 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 فكيف اجتماعاتكم كيف يعني نحاول قدر الامكان اتليست مره بالاسبوع نلتقي ببيت واحد من عندنا بيتنا بيت شانت يعني اكثر شيء نلتقي واذا عندنا حفله نسويها مرتين ثلاث مرات حسب البرايورتي بس يعني الستاندرد عندنا انه مره بالاسبوع لازم نلتقي كل يوم ثلاثة كل يوم ثلاثة حلو حلو انه يوم ثلاثة يعني حسب الجدول اكيد كل من وشغله تدرين هم يعني
حياة أمريكا صعبة، فكل واحد عندنا يعني أنا بشتغل بالتلفزيون، شانت يشتغل مدير بشركة سيارات، فأخلد يشتغل آي تي بشركة آي تي بالتلفزيون بأمريكا. نعم. أنت حسن يا اشتغل بالسوشيال ميديا، سوشيال ميديا بروديوسر. بدنا هاي دول لازم بدهم حلقة لوحدهم، بس تحكينا بشكل مختصر عنه. صحيح. يعني صار لي أكثر 10 سنين أنا بقناة الحرة أشتغل سوشيال ميديا بروديوسر. بلشت يعني كذا بروديوسر، بعدين لما صار في ديجيتال حولت على قسم الديجيتال. فأكيد اللي تعرفون التلفزيون تغير يعني كله رايح بموضوع السوشيال ميديا. صحيح. وأنا من وصغير هذا الجانب اللي كتير يعني ما يعرفوا عني، إنه أحب الأخبار، عندي حب للأخبار اللي هو يعني شيء للمصايب غريب يعني. شيء غريب عن الموسيقى، بس بس عندي إدمان على الأخبار من لما كنت صغير بالعراق مع والدي الله يرحمه، كنا نقعد ساعات يعني إلنا شغف بالأخبار. فلما اشتغلت بالأخبار حبيتها، لا حسيت إنه صحيح هي بيها كثير، بيها جانب يعني تقهر، لأنه كل يوم خصوصا ببلداننا دائما صحيح أخبار صعبة وسيئة كثيرة موجودة، بس الجانب العملي منها إنه كل يوم تسمع وتقرأ شيء جديد وتشتغل على شيء جديد. ثقافة جدا واسعة طبعا، جدا فيها ثقافة كثير وملل ما بيها ملل، مظبوط. وهذا المعلومات، حب المعلومات الجديدة كل يوم هو اللي خليني أحب أشتغل بالتلفزيون. صار لي يعني وقديه بتدعم الفرقة على السوشيال ميديا حسن، هيدا مجالك بالنهاية يعني هون البيبي تبعك. بالضبط. شوفي يعني احنا نحاول نقسم يعني، لانه انا شغلي بالسوشيال ميديا لما يكون عندي فراغ احضر اسوي مثل سكيدجول، يعني عندنا السوشيال ميديا طرق الدعم بالسوشيال ميديا اللي هي دائما لازم يكون اكو شيء موجود، صور موجوده، الانستغرام ستوريز، الفيسبوك بوستس، الفيديوز، فنحاول دائما يعني اخلي الامور ماشيه. ما انك مقصر يعني؟ الحمد لله يعني شوي مقصر لان شغلي ماخذ وقتي بالسوشيال ميديا او تو ماتش سوشيال ميديا، فابتعد شوي عن عن الفرقه يعني. اي بتريح شوي. بالضبط. طيب باقي لنا دقيقتين كثير صغار. يس. انا برايي نقول باي على السريع ونشكره لحسن على السريع، وبوسات اكيد لشانت ولا ارت ولا اخلاد، وسي يو فيري سون، ونتركك تختم على طريقتك الخاصه. اختم لكم باغنيه من الحاننا وكلمات صديقنا ضياء عيسى يعني. اسمها تتذكرين. تخبينا وانسي اللي فات وعيش الحياة والذكريات أمسى تنادينا. ضميني ضميني انت الحياة، ما صدقت عيني أحلى لحظة. ضميني ضميني انت الحياة، ما صدقت عيني احلى لحظات. قلبي وروحي وكل حاسيسي بقت ورد اهديها اغلى انسان. خلينا نرجع للماضي ونذكر ليالينا، ودي عتابك انا راضي لا تخبينا. خلينا
على الماضي ونذكر ليالينا ودي عتابك أنا راضي لا لا تخبينا وانسي اللي فات وعيش الحياة والذكريات أمست تنادينا